السلام عليكم، مرحبا بكم في برنامجكم اللي الاسم ديالو اجي سول القانون مع الاستاذ عبد الصمد. مرحبا بكم مره اخرى في حلقه جديده مع برنامج اللي كتبغيه وسيبغيه جميع المغاربه، اجي سول القانون مع عبد الصمد. هذه الحلقه غادي نتطرقوا لموضوع كنا بدينا في الحلقه السابقه اللي هو موضوع يتعلق بالقروض الموقعة مع الأبناك المغربية. هذه القروض تتم إما الأمور الاستهلاكية أو الأمور المتعلقة بالسكن. فكما تعلمون ويعلم المواطن المغربي، عند ذهابه إلى البنك والتقدم بنفسه قصد الحصول على ذلك القرض، فإنه يوقع مجموعة من العقود ويتقدم بمجموعة من الوثائق. لكن عند توقيع ذلك العقد النهائي من أجل الحصول على ذلك القرض لا ينتبه إلى مجموعة من الأمور. فكما قلت أثناء توقيع هذا العقد لابد من الانتباه إلى مجموعة من الأمور. خاص المواطن يعرف بزاف ديال الحوايج فاش يبغي يوقع هذا العقد. من بين هذه الحوايج هو هذيك البنود اللي كتكون مكتوبة بواحد الخط صغير جدا 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 بحيث لا يتم الانتباه إليها. وهذه البنود تكون مهمة لأنك تحددنا أولا نسب ديال الفائدة العامة، وكتحددنا الأقساط، الأجل ديال الأقساط الشهرية، وكتحددنا الفوائد المترتبة على الأقساط الشهرية. وبالتالي هذا الأمر هذا كيخلينا نكونوا تائهين وسط يعني واحد الدوامة اللي ما عارفين شنو هو الأصل القانوني من أجل توقيع هذا العقد. وبالتالي أنا من هذا المنبر أنصح جميع المواطنين المغاربة الذين يرغبون في الحصول على قرض استهلاكي خاص بالسكن أو خاص بالاستهلاك أو أي نوع من القروض، قبل أن يوقع على هذا العقد لابد أن يعرضه على إنسان، رجل قانون، محامي أو موثق أو إنسان يعني يعرف لغة القانون حتى يتسنى له أن يعرف يعني المبادئ الأساسية التي يرتكز عليها هذا العقد. ومن بين الأمور الأساسية التي يرتكز عليها العقد هي تحديد تلك البنود الخاصة بالمصلحة الفضلى لهذا المستهلك. المصلحة الفضلى لهذا المستهلك طبعا ما غاديش تجي تعطيها للمؤسسة البنكية أو تعطيها للمؤسسة اللي غادي ندير معها واحد العقد، بالعكس هي تحرص على حماية المصلحة الخاصة لها وليس مصلحة المستهلك أو مصلحة المواطن. فكما تعلمون جميعا أن القانون 31/08 اللي هو المتعلق بحماية المستهلك جاء أيضا من أجل حماية حقوق المستهلك، لكن كما قلت سابقا أنه المواطن لا يتفاعل مع هذا القانون. هذا القانون فيه واحد البنود اللي هي مهمة كتحمينا فاش نبغيو نشريو شي حاجه من الانترنت، فاش نبغيو نوقع عقود، فاش نبغيو نشريو شي حاجه مثلا تجاريه، فاش نبغيو مثلا نشريو شي حاجه مثلا تتعلق بالاستهلاك، بالاكل، وشي اي امر متعلق بالاستهلاك. وحنايا كنا شريناه او اقتنيناه او اننا تعرضنا لعملية غبن فيه، يحق لنا ان نلتجئ الى القانون، لان القانون جاء لحمايتي او وضع هذا القانون من اجل حماية المواطن. لكن لابد ان يعرض هذا الامر على رجل قانون مختص حتى يقوم يعني بتقديم المصادر اللازمه في هذا الموضوع. طبعا قلت بان هناك يعني الدوريه التعليميه اللي اصدرها بنك المغرب في 2019 المتعلقه برقم 1203، هذه الدوريه جابت واحد البنود اللي هي جديده، واحد البنود اللي هي مهمه، واحد البنود اللي خص المواطن المغربي يعرفها، لان لزمات بها الابناك المغربيه في التعامل مع المواطنين المغاربه. علاش؟ لان في السنوات الاخيره لاحظنا ان هنا مجموعه من الابناك هنا في المغرب تقوم بعمليات يعني غير قانونيه من اجل مطالبه المغاربه باداء واجبات واقساط خارج الاطار القانوني، وهذا الامر لا يمكن ان نقبله يعني كقانونيين او كرجال قانون في هذا الامر. وبالتالي وجب الانتباه، خص المواطن المغربي ينتبه اثناء توقيع هذه العقود، اثناء توقيع هذه العقود او قبل توقيعها يجب عرضها على رجل قانون، محامي متخصص، حتى يتمكن، او رجل قانون يعني له درايه بالقانون، حتى يتمكن من اجل معرفه البند الاساسي الذي يرتكز عليه هذا العقد، ومدى قانونيته، ومدى شرعيته، ومدى حمايته للمصلحه الفضلى لهذا المواطن. لان كما قلت دائما في جميع العقود التي تبرم بين المواطن او بين المستهلك وبين الشركه التي يعني يقتني منها المنتوج، لا تحترم هذه الشركة ولا تراعي مصلحة ذلك المستهلك.
قدر ما تتطلع دائما إلى الربح على حساب ذلك المستهلك وحماية حقوقها، لأن قبل توقيع ذلك العقد وعند قراءته يتبين لنا أن تلك البنود أغلبها تتجه من أجل حماية المؤسسة التي تريد أن تمنحها هذا العقد أو تريد أن تمنحها هذا يعني هذا القرض لهذا المستهلك. وبالتالي يعني الحلقة ديالنا أو البرنامج ديالنا جاء ليسلط الضوء على هذه الإشكاليات، على هذه الأمور التي يعيشها يعني المغاربة ويتخبط فيها مجموعة من المغاربة، يعني كما تعرض علي دائما مجموعة من الأمور القضايا المتعلقة بهذا الأمر ديال الغبن اللي كيتعرضوا له المواطنين فاش كيتم يعني التوقيع ديال العقد وكيتأخر في أداء الأقساط الشهرية مثلا شهر أو شهرين، ويتفاجأ بنسب فوائد خيالية تضاف أثناء هذه الشهور، فيتم ابتزاز ذلك المواطن من أجل يعني أداء تلك المبالغ، والشرعية القانونية لا توجد. ولكن حتى تتم هذه الشرعية القانونية لا بد لهذا المواطن أن يتقدم بطلبه أمام القضاء، لا بد لنا أن نحصل على أحكام قضائية في هذا في هذا في هذا في هذا المجال. الحمد لله عندنا قضاة في المستوى متخصصين في المادة التجارية اللي غادي يقدروا يحسموا هذا الأمر هذا، عندنا محامون اللي متخصصين في هذا الأمر هذا اللي غادي يقدروا يحسموا هذا الجدل هذا. وبالتالي خص المواطن يتقدم بدعوى أمام المحكمة من أجل إيقاف جشع هذه المؤسسات، يعني إما المؤسسات البنكية أو المؤسسات خاصة بالقروض يعني خاصة أو مؤسسات أخرى تجارية. كما قلت لكم سابقا أننا حول ما أمكن باش نسلطوا الضوء بصفة عامة حول يعني الكيفيات الخاصة التي يجب أن يتعامل بها المواطن قبل توقيع هذه العقود، وهات الكيفيات راجات محددة طبقا للقانون، راه عنده حقوق مضمون طبقا للقانون ومكفول طبقا للقانون، لكن يجب على هذا المواطن أن يتقدم. يعني ما عندي أنا مشكل مثلا مع مؤسسة بنكية، ما مشيش أنا نخلص واحد الفوائد اللي ما منحقيش أنني خصني نخلصها، لا سمح لي عافاك، سمح لي هذه الفوائد أنا ما غاديش نخلصها لأنني أنا ما مقتنعش، أنا غنمشي معكم للقضاء وغنمشي للمحكمة التجارية وغادي تحسم لي الجدل وغادي يكون عندنا أحكام قضائية مهمة في هذا الموضوع هذا، وبالتالي سوف تحرج هذه المؤسسات البنكية وبالتالي لن تستطيع مستقبلا التعامل مع المواطن بهذا الأمر. مادام الناس يعني لا تتجاوب مع هذا الأمر المتعلق يعني بالفوائد اللي كتزاد أثناء تأخر في الأقساط الشهرية، لأن تقول لك وقعتي معها عقد ولكن أنت أثناء توقيع ذلك العقد لم تكن على علم بهذه البنود، جيتي وقعتي علاش؟ لأن المواطن شنو تيقول؟ جا مسكين المستهلك اشترى واحد لابارتومون وقع العقد قالوا له راه تقبل لك الكريدي عندك لابارتومون، هو فرحان غير الفرحة باش يسكن في هذيك الدار ويدي ولادو ليها، أنسته ذلك العقد الذي يعني يكون ملغوما ويكون فيه مجموعة من البنود لا تخدم مصلحته، إلى أن يتفاجأ بعد سنة من السكن في يعني توصله بإنذارات تتعلق بالفوائد وإنذارات تتعلق يعني بالزيادة في الأقساط الشهرية إلى 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 مجموعة من الأمور. وبالتالي أنا من هذا المنبر أدعو جميع من يريد الحصول على أي قروض متعلقة بالسكن بالاستهلاك يعني خاصة مع المؤسسات التجارية يعني بجميع العقود قبل توقيعها لابد من دراستها من الناحية القانونية والوقوف على الحماية القانونية التي يعطيها لي القانون كمستهلك، واش عندي حماية في هذاك العقد اللي غنسني ولا ما عنديش، وبالتالي باش غدا من غدا ما نبقاش نتفاجئ بمجموعة من الخروقات القانونية اللي كتجي ضدي وأنا كنبقى ساكت، وربما كاينه مجموعة من الناس اللي تنعرفهم أنا شخصيا تيتوصلوا بالإنذارات وتيمشيو ويخلصوا وراه هذاك الخلاص خارج القانون وكاين تعسف وكاين مجموعة من الأمور اللي ما يمكنناش حنا نحاولوا ما يمكن باش نناقشوها هنايا في هذا البرنامج لأنها تتخص الممارسة المهنية أو الممارسة القانونية اللي خصها تتعرض على القضاء مباشرة. إلى ذلك الحين أدعوكم جميعا غدا في نفس الموعد نلتقي إن شاء الله في أمان الله.